طبعا القصة هنا بالعكس، يعني تحديدا من البصرة، أبو زينب رجل كبير بالسن، حاليا هو يعيش في محل، يعني محلات التجارية مغلق، وهو محل مهجور عايش به. قامت زوجته بتعنيفه وطرده من البيت وطالبة بالطلاق لعدة مرات. أبو زينب تحدث يعني عن قصته بأنه تعرض للتعنيف من قبل زوجته وحتى للضرب. طبعا العنف مو فقط من الزوج على الزوجة، وهذا احنا نرفضه وندافع عن الضحية مهما كان، إن كان الزوج أو الزوجة. خصوصا ربما في قصتنا اليوم أبو زينب رجل كبير بالعمر وصحته ما تساعده ربما، ومرته مدت إيدها عليه، يعني هذا اللي صار. فمراسلنا بالبصرة يونس الربيعي يعني سوى لنا هذا اللقاء حتى نتحدث بهذا العنف العكسي، وشاف هاي القصة. نتمنى أن تشاهدوها ويانا، وراح نتحدث أيضا مع دكتور حيدر، يعني تحدثنا عن العنف ضد المرأة، هذا العنف ضد الرجل. خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم عزيزي مازن، أنا أتواجد في قضاء بالخصيب جنوب محافظة البصرة، وتحديدا في سوق القضاء. هذا السوق فيه محلات كثيرة، من هذه المحلات هناك محل مهجورة جدا. في هذا المحل المهجور يعيش رجل كبير بالسن، وصلتنا مناشدات لنقل مناشداته ونقل يعني مظلوميته. طبعا كل ما يتحدث به هو يكون هو المسؤول عليه، ولا دخل للكادر أو القناة، وسوى يعني هي القناة هي من تنقل معاناة المواطنين مشاهدينا الكرام. نتعرف على اسم حضرتك وشنو مناشدتك وليش اجيت عشت بهذا المكان المهجور. هسه المره يعني احكي المره هاي بعد شو اسوي لها؟ الا الله وانتم ما اقدر عليه، لان ما بيح يشوفوني. يعني هي ضحى ها قد تعال طلقني، قال هو بيعلم يطلقك، شو اجيبك من الحلانه؟ اخوها ما اخذ بنتي، انا ما اخذ اثنين، ذيك كبيره والله ما علينا بيها، ذيك زينه. وتالي بعدين توسطت للبنت وانا وجبتها وجيت، وانا تفضل صار لي 4 سنوات، ذاك لو تخاف تطقني وتعورني ومحتار شو اسوي لها؟ تعال طلقني انا ما يدنك، وانا عندي 3 جهال، بنيه عمرها 16، ولد عمره 13، وولد عمره 4 سنوات، وانا في الحاله شوفوني والله العظيم، يعني حالكم شنو هو ما ادري. الحل يم الله ويمكم. بس انا حتى الجهال قطعوا قلبي. اطفالك وين حجينه؟ صار لي شهر قلت لك، وخمسة ايام، شهر وعشرة ايام، 40 يوم صار لي قبل المطر. هاي المطر كلها عليه، شوف المطر البحر نايم على هاي، شوف شلون نايم، هاي حدي وهاي فوقي والله. بالمطر للصبح انا مالي يوم حق، شوف ملابسي وحق رسول الله. اي والله قامت تخر علي من السما، لقى هاي تخر علي بيش اجر، اروح للاجاري قال لي 150 ديالي انا ضال على الله. ونمت اسبوع ما نايم، هسه امس ويوم الله على هاي حدي وهاي فوقي، شوفها الله شاهد والله العظيم. بعد هذا الأقدر عدها الجهال عدها ما تطيهم. أنا أدخل أبوها أخوها ما صح رقم أخوها، وما صح رقم أخوها الثاني، وما رقم بنتي لا ما صحتني، يلا سوت هاي اللعبة بعد حتى ما عند لهم بالحلة هم. حجينا شنو أنت حاليا طرحت المظلومية مالتك، شنو مناشدتك عبر قناة التغيير، وان شاء الله توصل للجهات المعنيه. انتم كيفكم؟ انا قابل احسن منكم، شو تسوون؟ سووا تقولون تصلحوا لها تزقطونها وتخلون جهالي يوجد بيت مثري، منادر وبيت ومكيف، والناس تنقل علي، الناس ترى انا ما عندي، وبنكات وخير من الله، كلها صارت لها، قالت ما اعطي كل شيء ما الي يمي، طلعت وطقت دشداشه والله العظيم، يعني قالت كل شيء ما اعطي، خاف تطقني وعلى هاي وتعورني، وبعد محتار بالله وانتم. بعد اشتكي بصراحه ما اقدر عليها، لان انا مريض، شوفني بالليل يا بس تشيلة وهدت علي. نعم. والله العظيم هذاك خط فوق نزل خط فوق هدت علي. اجت مره جيران قالت لها سيدي مو عيب رجال كبير تدين، بس قالت لي ما يدلك. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم الى مناشده هذا الرجل الكبير بالسن، الاسماء التي ذكرت والمظلوميه التي ذكرت هو من يتحمل مسؤوليتها المسؤولية الكاملة، ولا دخل للقناة أو الكادر بها، سوى القناة هي تنقل معاناة المواطنين، وللطرف الآخر يعني حق الرد مكفول للجميع.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه المناشدة. عودة إلى زميلنا مازن.